ضيفنا من ولاية كولورادو المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيد كريستيان ويتن. سيد ويتن، مرحبا بك معنا. ما الذي يمكن للمرشحين القيام به في هذه المرحلة المتأخرة لإقناع ما تبقى من ناخبين مترددين، إذا كان هناك بالفعل بقي بعض المترددين؟ ما الذي ينبغي على المرشحين أن يفعلاه لكسب هذه الشريحة التي باتت قليلة اليوم؟ مع الأيام القليلة المتبقية الذي يمكن أن يحدث ليس بشيء الكثير، لأنه بالنسبة لمن لم يحسموا رأيهم من المهم أن يستهدفهم جو بايدن وترامب. بطبيعة الحال هناك البعض الذين يدعمون دائما حزبا دون آخر، لكن ربما تتغير الآراء بين ولاية وأخرى. الآن دونالد ترامب يواصل خطابه وتجمعاته الانتخابية، والآلاف وعشرات الآلاف يحضرون تجمعاته الانتخابية ويتحمسون له. جو بايدن مختلف في مقاربته، أحيانا لا يقوم بأي شيء، اليوم هو له حملة لكن تجمعاته صغيرة وضيقة النطاق. أحيانا يتحدث إلى الناس وهم في سيارتهم لأنه يخاف من كورونا المستجد. وبطبيعة الحال كما قلتم في تقريركم، هناك الكثيرين صوتوا مسبقا وهناك من سيصوتون بالبريد أو بحضور. التصويت المسبق سيد ويتن برأيك هل يصب لصالح مرشح معين؟ نتحدث عن تقريبا نصف العدد الذي صوت في انتخابات 2016 صوت الآن حتى يعني قبل 8 أيام على الموعد، موعد 3 نوفمبر. هل هذا يصب في مصلحة أحد المرشحين؟ من الصعب أن نتكهن بمن هو المستفيد الأكبر من هذا التصويت المبكر. ربما هناك من يقول إن الديمقراطيين هم المستفيدون أكثر، لكن أيضا هناك شريحة واسعة من أولئك الذين يخافون من الازدحام ولذلك يصوتون مبكرا، وذلك بسبب التهويل الكبير الذي تمارسه وسائل الإعلام تخويفا من كورونا المستجد. ولذلك هناك الكثيرون يتوجهون في هذا الوقت لصناديق الاقتراع. لكن أيضا الجمهوريون يستفيدون من التصويت المبكر في فلوريدا، وهناك تعويل على فلوريدا التي شبه مضمونة بالنسبة للجمهوريين. من الصعب أن نعرف من يستفيد أكثر من التصويت المبكر. تقول فلوريدا شبه مضمونة سيد ويتن للرئيس ترامب، الاستطلاعات تشير إلى أن السباق متقارب ومتقارب جدا سيكون في فلوريدا. الديمقراطيون يكثفون من جهودهم، الرئيس أوباما كان بالأمس في فلوريدا، الرئيس أوباما أيضا سيذهب يوم الثلاثاء مرة أخرى إلى فلوريدا. هل بالفعل ستكون فلوريدا الولاية الحاسمة من ضمن 5 6 7 ولايات تحسم هذا السباق برأيك؟ الولايات الأهم حاليا هي ميشيغان. بالنسبة لفلوريدا أعتقد أنها طبعا شبه مؤكدة للجمهوريين، لكن مع ذلك نقول إن بعض الولايات وبالنسبة لفلوريدا معظم الصناديق والمدن فيها يرشحون ويميلون لترامب، وهذا سيكون في مصلحة ترامب. ولكن بالنسبة للولايات الديمقراطية التي كان قد فاز بها ترامب في 2016، هناك ميشيغان مثلا، ودونالد يصعب عليه أن يفوز بهذه الولاية. استطلاعات الرأي سيد ويتن كما تعودنا على الأقل في الانتخابات الماضية في 2016 يعني لم تكن قريبة من صورة النتائج النهائية. ما الذي يمكن أن نفهمه من الاستطلاعات المتوفرة حاليا؟ هناك عدد كبير من الاستطلاعات التي تجرى على مستوى الولايات المتحدة، المستوى الوطني، وأيضا على مستوى الولايات. هل هناك أي شيء يمكن أن نعول عليه فيما يتعلق بهذه الأرقام؟
أهم شيء نستخلصه من تجربة 2016 هو أن استطلاعات الرأي قد تكون مخطئة، وخصوصا في أكتوبر، بداية أكتوبر، وول ستريت جورنال كانت قد قالت إن الفرق هو 14 نقطة تفصل بين بايدن وترامب، ونفس الشيء كان قد حدث مسبقا بين هيلاري كلينتون وترامب، كانوا قد قالوا 14 نقطة تفصل بينهما، وكان ذلك خاطئا. لذلك أعتقد أن استطلاعات الرأي ستكرر خطأها وعدم دقتها، وهم يعتمدون على طرق تقليدية، ولذلك النتائج المستخلصة في هذه الاستطلاعات غير دقيقة. هناك أيضا من يتكتم ولا يرغب في إخبار المستطلعين لآراء الآخرين عن نيتهم في التصويت، وهذا حدث في عدد من المناسبات. وحتى من يريد أن يصوت لترامب يتكتم عن ذلك حتى لا يقع في مشاكل إذا كان يوجد في ولاية ديمقراطية. هذه الأشياء توجد. لذلك أنا أتطلع للطاقة التي سيضخها ترامب وبايدن في الأيام الأخيرة. الآن ترامب يبلي بلاء حسنا. طبعا بالتأكيد النتيجة النهائية في 2016 جاءت مخالفة للكثير من استطلاعات الرأي، ولكن أيضا كما تعلم سيد ويتن، هيلاري كلينتون فازت بحوالي 3 ملايين صوت أكثر من الرئيس ترامب في 2016. نتحدث عن الأصوات الشعبية، ولكن النظام الانتخابي الأمريكي كما نعلم هو يقوم على الهيئة الناخبة، وبالتالي هذه مسألة سننتظرها لغاية يوم 3 نوفمبر وربما بعد ذلك. هل تتوقع أن نشهد نتائج نهائية في بعد الانتخابات مباشرة، أم أن الأمور ستأخذ بعض الوقت ربما؟ هناك الكثير من التكهنات وإجماع بأنه لن يكون هناك نتيجة في يوم 3 نوفمبر، وأنا بصراحة أعارض هذا التحليل. أعتقد أن هناك بعض الولايات حسبت مسبقا كل التصويتات والأصوات التي أدليت، وهناك العديد من الأصوات المبكرة التي سجلت مسبقا، وهذا يسهل على الولايات. هناك الكثير من الولايات التي حسبت مسبقا النسب المئوية، هناك أخرى قد تأخذ وقتا، وهناك بطبيعة الحال نتائج ستعرف في اليوم 3 نوفمبر. أعتقد أنه لن يكون هناك تأخر. طبعا النظام الانتخابي معقد فيما يتعلق بكيفية حساب هذه الأصوات المبكرة، كل ولاية لها نظامها الخاص فيما يتعلق بهذا الموضوع. على كل حال دعني أسألك في الدقيقة المتبقية أو الدقيقتين عن البرامج الانتخابية. لماذا غابت البرامج بشكل كبير هذه المرة عن هذا السباق الانتخابي؟ هل هذا بسبب الجائحة التي تجتاح الولايات المتحدة والعالم، أم ماذا تحديدا برأيك؟ بالتأكيد كورونا المستجد غير طبيعة السباق، ومن المهم أن نتذكر أن السباق لا يتعلق فقط بمن يربح أكثر الأصوات، وإنما نتحدث عن الولايات 50، وهناك المجمع الانتخابي وممثليه، ولذلك الكثير من الأشياء على المحك. وبالنسبة للأشياء الأخرى التي تستحضر في هذه المرة، هو أنه هناك بعض الولايات الصغيرة ولكن أصبح لها أهمية كبرى، ولذلك هناك أعين عليها لأنها تعد جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية وتلعب دورا حاسما. هيلاري كلينتون كانت قد فازت بالتصويت الشعبي، كان بسبب فوزها بنيويورك وكاليفورنيا والولايات الساحلية وإلينوي وشيكاغو، ولذلك أعتقد أن هذا قد يتكرر في هذه المرة. وبطبيعة الحال يمكن أن يفوز ترامب بهامش ضيق في التصويت الشعبي وبفوز ساحق في المجمع الانتخابي. بالتأكيد كورونا المستجد لعب دورا في طبيعة السباق.
وبالتأكيد من الصعب هذه المرة التكهن بشكل دقيق فيما يتعلق بالنتائج النهائية. على كل حال 8 أيام فقط هي التي تفصلنا عن موعد 3 نوفمبر، موعد الانتخابات الأمريكية. شكرا جزيلا لك السيد كريستيان ويتن، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان معنا من ولاية كولورادو الأمريكية. نهاية